بعد التهجير الذي حصل عام 2016 لقرى ريف حلب الشمالي ونزوح إلى الحدود السورية التركية، كان لابد من إيجاد فرصة عمل حقيقية وثابتة تؤمن لي حياة كريمة لي ولأسرتي. فلفت نظري مشروع الزراعة المائية لما له من أشكال هندسية. طبعا تعمقت في هذا المجال نوعا ما، ولله الحمد كانت نتائج رائعة وممتازة جدا جدا جدا. حصلنا على ثمار نوعية ذات قيمة غذائية عالية وقيمة تسويقية ممتازة. هذا الأمر شجعنا إلى توسيع الفكرة على المجتمع المحيط فينا، فقمت ولله الحمد بعمل دورة تدريبية هنا في منطقة اعزاز، والحمد لله كانت نتائج جيدة جدا ولله الحمد. ومن خلال المتابعة للطلاب ومن خلال الرغبة في توسيع هذه الفكرة، قمت أيضا بالإشراف على عدة مشاريع هنا في المنطقة كمشاريع الزراعة العمودية. الآن والله الحمد بإكمال مسيرة التعليمية في كلية العلوم قسم الكيمياء التطبيقية في جامعة حلب المحررة، بإكمال طموحي أن أوجد بدائل عن الأسمدة المستوردة. استطعت تركيب توليفة جيدة من الأسمدة، قمنا باختبارها والآن نقوم بنشرها هنا في السوق المحلي، وأيضا أجرينا بعض التجارب على الأرض التقليدية ولله الحمد استطعنا تأمين فرص عمل لبعض الأخوة هنا في المنطقة خلال الإنتاجية الدائمة، الغزارة في الإنتاج، وأيضا الاستقلالية المادية. طموحي شخصيا أن تنتشر إلى أبعد من ذلك، تنتشر إلى خارج هذه المنطقة، يكون هناك اكتفاء ذاتي، يكون هناك خضار وأمن غذائي، يكون هناك فرص عمل للشباب العاملة في المنطقة، وأيضا تأمين الحياة الكريمة للأخوة والناس المهجرين هنا في المنطقة في شمال سوريا.